يجتمعون في هذا المقهى الذي أسسه أبو علي مع جمعية خاصة بالصم والبكم. رواد هذا المقهى من يستخدمون الإشارة فقط ويتبادلون أطراف الحديث بلغتهم الخاصة، يطالبون من خلال التغيير بالتفاتة حكومية لهم وتوفير راتب لمن لا عمل له. الآن صارت 5 سنوات هنا الشيخ خالد، سويت على مدن مثل يوزع، مثل إذا واحد ما يعني أبوه ما يوزع أكل وهاي على أقول لك نصهم قاعدين يعني واحد مشغول وهاي أكو بيهم يشتغلون أكو بيهم لا قاعدين راتب رعاية راتب أكو نصهم عندهم نصهم ما عندهم يجون هاي قهوة مالتهم يقعدون وبيهم صنعة يعني جامشية ونجادين حدادي هذا أكثر ما يشتغل ما عندهم شغل لازم محتاجين تدبرون في الشغلة شيء لهم يعني الخرسان تقريبا فات 50-60 واحد وعينهم علينا يعني احنا نحميهم من هنا وما ما عندهم لا مشاكل لا شيء ودائما هم يعني بيناتهم يجيبون اكل ياكلون واكثرهم حماليه براس الجسر يشتغلون يعني اكثر الناس اللي بيهم حمال براس الجسر وما عندهم لا راتب ولا هذا يعتمدون على الخيرات العالم. بعيدا عن صخب الحياه وضوضائها يعيش الصم والبكم بهدوء، يسند بعضهم البعض بعد أن تخلى المجتمع عنهم، هنا يتناقشون يتواصلون مع أصدقائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تسود لغة الإشارة من هذا المقهى، يتحاورون بلا كلمات وتتعالى ضحكاتهم بلا صوت، يعيشون نمط حياة مختلف بعيد عن هذا العالم. سعدون السلطان، قناة التغيير، كركوك.